تصعد بس احنا مخلي لكم اسود هناك. الله يكبر. هسه احنا بادر صعدنا واقف المصعد فينا بطينا بالربع ساعة. اليوم شغلة الشباب تحلها يمك. دولي ولدك. خير ان شاء الله. تفضل تفضل يمنا استاذ تفضل. مين عند دراسته دون التأييد؟ اي خاتم المؤسسة. شوية تخبر دائرة الارهاب. اسمك انت؟ رحنا دائرة الارهاب. انت على الشهيد مالتك شنو؟ ارهاب. شهيد ارهاب. ايه. رحنا دائرة الارهاب. دائرة الارهاب مقفولة اليوم. ايه بها مصابات. ايه تعفير. استاذ فهسه اجينا لهنا قالوا الساعة 11 يمكن اتصلت الست. اي صار اتصلت الاستاذ طارق قال عندي اجتماع مجلس قضاء الاعلام. ايه. شغله مهمه بخصوص الارهاب. ايه. ويجي الساعه 11. ايه. هم دا يقولون احنا محافظات. استاذ احنا محافظات يحولوها. انا هسه حولوها مجموعه. اقترحت استاذ انه عبو قسم الرعايه العلميه يختم هي الاستماره يدققها وينطيها رقم احنا منا انا تتوقع وتنختم ويروح له بقسم الرعايه العلميه دقيقه يلا يعطيها رقم. انا هسه جابوا لي مجموعه استمارات وقعتها هي موضحة الارهاب لانه اليوم الدائره احنا قافليها بها تعفير عندنا اصابات موجود بها بس الان هم يعني احنا مكلفين الاخوه المدراء العامين سواء ابو ضحايا النظام البائد او الحشد الشعبي انه يوقعون كل الاستمارات اللي تجيهم من دائره الارهاب. يعني استاذ كاظم هسه الشباب والجو اللي موجودين المراجعين بما انه استاذ طارق ما متواجد وعنده اجتماع خاص بسبب ظرف معين مكلفين المدراء العامين الاخرين يعني توقيع استاذ طارق حيكون بتوقيع يعني توقيعك انت توقيعي او توقيع المدراء العامين اللي موجودين الاخرين لان ايضا عندهم صلاحيه يعني هسه انت راح تتوقع وراح تلحقون ان شاء الله تراجعون جامعاتكم اليوم ان شاء الله اكثر من ساعه ما تطول الجسمه لا يا استاذ الاجراء هسه حيتوقع جوا يم العلميه يم الحاج الشعبي ونروح للعلميه لا 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 اخر شيء تجي علي تجي علي احنا موجودين هنا ليش ما نوقعها من هاي الدائره ونروح عود للعلميه والعلميه اذا اي خلل اذا اي خلل العلميه ما راح تعطينا رقم ما يصير مفاجاه يعني التوقيع النهائي التوقيع النهائي بالاستماره اعرف استاذ بس يعني كتسهيل الاجراء تسهيل الاجراء شلون اني يعني انا غير يعني تجيني معلومه دقيقه من مصادري الرسميه اللي موجوده مثبته يلا اقدر اوقع استاذ المديريه عند المديره مصدر رسمي ما يخالف المديريه خب لازم يطابقها ابو الدائره العلميه او القسم العلمي يشوف هذه مطابقه للشروط لو ما مطابقه يعني للشروط. مجرد حتكون مطابقه ومن بعد تسهيل امور تجي ما تتاخر هو العلمي هم موجودين قريبين احنا موجودين يعني ما طول اكثر من ساعه هم الشباب محافظات يعني يلحق اليوم نعم يلحق على وزاره التعليم يعني بالتقديم عزيزي ما تتاخر اكثر من ساعه 6 ابتهال نعم زين انت تابع ما تتاخر معاملتك اكثر من ساعه